انتي جوزك خانك هتعملي ايه؟ بلوك 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 من كل حاجه بقى. وانا ممكن اخفيه من على... لو جوزي انا هخفيه من على الحقيقه اصلا يعني، وبلوك وهخلعه وهبهدل الدنيا. اما لو خطيبي بلوك من الواتس، بلوك من حياتي، وبلوك من بيت، وبلوك من فيس وواتس وانستا وكل حاجه من حياتي كلها. لو جوزي يطلقني، لو خطيبي مش هعرفه تاني اكيد. اول حاجه هنهي العلاقه معاه، وبعد كده هنتقم منه ومنها برده عشان هو عامل كده وهي ساعدته ان هو يعمل كده. هسامحه، هفضل كاتمة جوايا شوية، بس بعد كده هواجب وهسامحه. هسيبه لحد ما هيجي هو تاني. انا اسيب بيتي ليه؟ ولا اتطلق ولا اي حاجة. هسيبه لانه لو كان بيحبني اصلا ما كانش خاني، فهسيبه وهو نصيب. بصي، هو على حسب الريليشن. لو قدرت وقتها انه انا اغفر الموضوع وعدي، عشان في حاجات كتير وحياة واولاد او بيت او الكلام ده هعديه، او انه انا ما صدقت اخلص بقى من الموضوع نفسه، فكويس ان جت من عنده يعني. بس لو قال لي اسباب مقنعه بالنسبه لي ان انا قصرت من ناحيته، فهو لجأ لخيانتي عشان انا قصرت من ناحيته وانا اقتنعت، فممكن افكر في اني اسامحه. لكن عكس كده وما اقتنعتش باسبابه، اكيد هنفصل عنه. اكيد هواجهه وهنفصل عنه. هسيبه طبعا، عشان اللي يخون مره يخون على طول، دي حاجه انا مقتنعه بيها. اكيد لو في حب فهسامحه، بس طبعا بعد ما اعذبه شويه. هواجهه الاول وبعد كده هسيبه عشان انا ما اتخنش. طبعا انا هقتله ما بحبش خيانه ابدا. هعمل ايه؟ هخرج من حياته. هسيبه من غير ما نتناقش، علشان الخيانه ما فيهاش مبرر يعني. مش هنقعد ناخد وندي، يقول لي عملت عشان كذا وانا اقول له ليه وحصل ايه، فشكرا باي. لا خلاص، هواجهه ان انا عرفت ان هو خاني، واقول له مش عايزه اكمل معاك. بلوكي بلوكي بلوك. لو هو ندمان، انا بؤمن ان كل حد يستاهل فرصه تانية، ما عنديش مشكله. بس في حالتين، لو هو هيسامحني لو انا عملت نفس الفعل، ولو مش هيكررها تاني. لو قررها همشي يعني. لا، انا ساعتها اسيبه، او ممكن بقى بصراحه في الحاله ديت يعني هدمره يعني بصراحه يعني. لا مش هتطلق عادي، بس هيتضرب جامد الاول.